نحاول فريق ترجي يعني يكون حاضر في المباريات الكبيرة، خاصة رابطة دوري الأبطال الإفريقية يعني عنده أهمية كبيرة بالنسبة للترجي وبالنسبة لجماهير الترجي. تتوقعها المباراة إيه؟ ترجي ولا زمالك ولا ممكن تكون تعادل يحسم اللقاء؟ والله شوف، المباراة نقاط مهمة بالنسبة لجوز فرق. علاش؟ الترجي موجود في المرتبة الأولى عنده 4 نقاط، يعني بالكنيكس بالمباراة نتاع الزمالك يصبح عنده 7 نقاط ويضع قدم يعني قد صوت كبير باش يترشح. نادي الزمالك مطالب بالانتصار، مطالب 3 نقاط باش يكون موجود دائما في يعني باش يحاول ديما يكون موجود للترشح نتاعو، يحاول ديما يعني يلعب على نتصور نادي الزمالك باش يلعب على المباراة على 3 نقاط، كيف كيف الترجي باش يلعب على 3 نقاط. نتصور المباراة باش تكون حماسية، كل فريق باش يحاول يبحث على الانتصار، حتى في صورة تعادل ممكن 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 تخدم في مصلحة الترجي ما تخدمش في مصلحة نادي الزمالك، لكن نتصور المباراة يعني باش تعدى فيها يعني شد أعصاب، اللي باش يتحكم في أعصابه أكثر واللي باش يتحكم في الكرة أكثر واللي باش يكون مركز أكثر فوق الميدان هو اللي باش ينتصر.